نجدد الترحاب لكم عبر اللقاء الخاص حول نادي الكوتش والمدرب الممارس بي سي كلوب لهذا فهذا اللقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لايف فهذا اللقاء صراحة باش فكرة أكثر للأشخاص المهتمين بهذا النادي الكوتش والمدرب الممارس لكن أول شيء الذي يمكن أن أقوله لكم بأنه احنا صراحة فتحنا هذا اللقاء باش واخا مجموعة ديال المدربين وديال المدربات مجموعة ديال الكوتش كوتش بغا يحولوا الاستحقاقات ديال النادي السنوية رغم انهم تيقين فينا ولكن قلنا لهم نحاولوا طريتو شوية حتى أمل بالفكرة اكثر ولو فكرة من الصنع ديالي و المركز الاردني تي ام سي جوردن باش خدمنا عليها واحد ربع شهور خمس شهور باش نطلقوها على ارض الواقع اللي يكون بحال نادي افتراضي على الانترنت لهذا فالمستقبل ديال اي شخص راه يوجد في ما يؤمن به دونك لهذا المستقبل يوجد في ما تؤمن به وفي اي حاجه فيها مستقبل لو انت انت مستعد لها ان شاء الله غادي تسعى لهذا انا باش ما تكون فكره وتتامن بها كون على يقين راه تتمشي فيها وخا تلقى في المحيط وفي البيئه ديالك مجموعه ديال الافراد اللي تيكونوا في العكس ديال ديك الفكره لهذا قبل ما نسوقوا على النادي اشنا هو تنطلب منكم باش تحاولوا تلاحظوا هاد هاد الصوره هاد الحذاء هو الحذاء كاين اللي يقول لي بانه يقولوا على اربعه الالوان كاين الناس اللي يقدروا يشوفوه غوز أبيض يعني الغوز والبيض وكاين الناس اللي يشوفوه بانه اخضر و... وغري. لهذا حاول دير هاد هاد لو تيست الا كنتي تتشوفو في الغوز في البيض تكون على يقين عندك لا بارتي اللي هو الهيمنه الدماغيه عندك السيرفو دغوا اللي هو الفصل الايمن ولكن كنتي تتشوفو اخضر او غري يكون لايق عندك الفصل الايسر اللي هو مسيطر على كل حال هنا باش نكسرو داك الروتين حنا نتفعيله محتاجين هذا النادي للناس اللي فكروا بالفصل الايمن والفصل الايسر ولماذا نتشاكون نفكروا فيهم مجموعين فبالاشتراك فبالاشتراك معنا في هذا النادي فنحن صراحه نكونوا شركاء النجاح و حنا تنقلبوا على النخبه بهذا المفهوم تنبحثوا على النخبه اللي هي اهم من كل شيء ما تنخدموش السر اللي نتقاسموا معكم و كي تنعرفوا حنا كمدربين ككوتش هنا ما تلقاوش دائما من يساندنا وتيوقف ويقف في الجانب ديالنا باش يرشدنا باش يساعدنا باش نصبح نيت كوتش ومدرب متمرس ولا ممارس وكاع الى لقيت ذاك الشخص فعلا تتكون تكون عنده حتى الخبره قليله ولا غير كافيه باش يحاول يفيدني ويعيني في هذه الرحله ديالي باش نحقق ديالي تا كاين مشاكل لهذا تيكونوا تنقول من هذه الناحيه عندنا جوج الاتجاهين او جوج الطرق كاين الاتجاه الاول او الطريق الاول تيحتاج الكثير من الجهد والوقت وانطبق الحال حتى الفلوس ومتقول لك التجود وقت يعتبر نقود وتطلب منك القيام بكم هائل من المحاولات والتجارب اللي فعلا تتكون متعبه السهر الليالي تتسمح في نفسك تتسمح في ولادك تسمح في الاصدقاء لكي تصل داك الهدف ديالك وربما لا تصل الحقيقه هي ان معظمنا يبدا من هنا ولا من هذا الاتجاه او هذه هذا الطريق لانه باش نحقق اي هدف عندنا الاتجاه الاخر اللي هو الطريق الثاني هو هو عبارة على هذا النادي ملي تنلتقاو واحد تن تنكون واحد مجموعة ديال الأعضاء مشاركين في هذا النادي وكل واحد عنده خبرة في المجال ديالو وشي تيتعلم من شي وهذا يختصر علينا طرق ماشي طريق واحد طرق وعدة اتجاهات وشهور وسنوات طويلة من البحث ويوفر علينا كي تنقولوا الكثير من الوقت والجهد والمال ف بدل من نضيعوا الوقت ديالنا في الحيره والتردد او من باش ما نضيعوش الوقت ديالنا في حيره وتردد وتنبحثوا على الطريق اللي غادي نسلكوا باش نصبح نيت كوتش متمرس ولا ممارس ونصبح مدرب ولا مدربه ممارس ولا ممارسه ونطور من ذاتي اولا ونستمر هذا الوقت الثمين في السير الفعلي باتجاه الهدف والحلم تخيل معي اخي اختي ان هنا هناك مجموعة إيجابية داعمة من الأشخاص طموحين يجتمعون بشكل منتظم كل شهر تزيد عن سنة تقريبا بقينا لنا هذه الأيام الأخيرة من سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر تخرج السنة ديال 2019 وتدخل سنة جديدة 2020 حتى نهاية 2020 وفيما بيننا شخص يشجع الآخر ومشاركة أفضل الأفكار والخبرات وأسرار النجاح حتى يتعلموا من بعضهم البعض ويزدادوا نجاحا كل في مجاله وحسب الاهداف ديالو من هنا صراحه نعطيتكم انا واحد الستوري واحد التاريخ علاش جات من هنا جاءت فكره نادي الكوتش والمدرب الممارس مع تي ام جوردان اللي هما ترينير مارينير كونسيبت اللي اشتغلت معاهم دابا مده سنتين هذه فعلا فادوني في الكثير ولولاهم لم أستطيع الخروج بهذه الفكره ويثقوا فيها الناس ويؤمنوا بها الناس اخرين اللي معنا السنتين هذه فهذا يعتبر اول نادي تنموي ايجابي افتراضي على الانترنت وحصري لاعضاء اعضاء من تنقول لك انا اعضاء يعني النخبه دابا لحد الان اللائحه في عالم ما يزيد واحد على ما اظن شي 440 على ما يزيد من الاعضاء تم زعما الفرز فيها على مجموعه ديال الاعضاء اللي ناشطين وبغينا الناس اللي ناشطين باش نخدموا اكثر واللي يفيد ويفيد هو تيستافد وتيفيد الاخر آه أن كنا نترأس عليه كمدرب وككوتش وكمؤلف آه ورئيس ديال الفيدراليه العربيه الافريقيه للتدريب والكوتشين ان شاء الله هذه دابا نتكلموا عليها من بعد حتى جايه في المستقبل عندنا في شي حوايج اللي هما جميله جدا جدا ومن خلال هذه المنصه نادي الكوتش والمدرب الممارس يمكنك متابعه الدورات اونلاين من اي مكان وفي اي وقت مناسب لك نتنقول لك في اي مكان في اي وقت مناسب لك، لانه احنا للاسف عندنا مجموعة ديال الاشياء اللي تغيرت في هذا القرن 21 اللي هي التكنولوجيا وما تنستغلوهاش اللي هي داخلة في حياتنا اليومية في كل دقيقة في كل ثانية في كل ساعة وما تنعرفوش نستغلوها كمجموعة مجموعة ديال المدرب المدربات عندهم هذا عائق اللي هو ديال كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والكمبيوتر. اللي غنخبرك به اليك ما تستفيد عند انضمام الى نادي الكوتش والمدرب الممارس الى نهايه 2020 الانشطه الخاصه باعضاء النادي تتكون عبر المنصات الافتراضيه آه باش نحاول كي قلت لكم نستغلوا هذه التكنولوجيا من الاشياء الاولى اللي غادي نديرو هو نكون على يقين بان كل شهر غيكون تدريب مباشر لايف اونلاين عبر الانترنت او قاعه صوتيه بخصوص المواضيع اللي خاصه بالتنميه الذاتيه بالكوتشين سواء الدراسي سواء الحي سواء الاسري وكل ما يتعلق كذلك بالتدريب والاختصاصات بطبيعه الحال الاخرى المقترحه من طرف اي عضو في النادي وحنا بنا نحاولوا نبعدوا على النمطيه دوك الدورات اللي هما تقليديه والدورات الرائجه على الانترنت كل شهر كي قلت لكم ايكون تدريب مباشر زياده الى ما 16 واحد من الاعضاء ولا مجموعه من الاعضاء ما يحضرش معنا في ذاك الوقت اللي اقترحناه مناسب باش نتواصلوا سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او منصه اه افتراضيه خاصه غادي تتكون الدوره ديجا مسجله تتكون من قبل مسجله ومحطوطه باش تلاقينا مشاكل في الانترنت والناس عندهم مشاكل تتوصلك عبر البريد الالكتروني كون على يقين ان الدوره منه كثيرا مع ناس سواء عرب او سواء اجانب يستثنون كثير بغيت نحاول نتقاسم معكم هذه المعرفه ديالي اللي هي تيدخل معنا واحد الدخل مادي زعما محترم الحمد لله رغم انني نشتغل في قطاع ديال الاعلاميات في البرمجه ولكن انا عندي الحمد لله ميول اكثر ديال الديفلوبمون بيرسونيل وديال الكوتشين غندير واحد المجموعه ديالنا كذلك اللي هي مغلقه في الفيسبوك الخاصه باعضاء النادي الكوتش والمدرب الممارس كل برنامج متكامل تقول لك برنامج كامل تتكون في 10 5 6 8 دورات برنامج تنتوصلوا بواحد الشهاده تدريبيه نقبضوها اما من الفيدراليه اما من واحد الاكاديميه المركزيه الامريكيه للقادة وكين حويش خلين جامعة خلين اللي القاده والمدربين وكاين حوايج اخرين نتواصلوا مع ناس اخرين جامعات اخرين اللي نقدروا نجيبهم عندها شهادات أه كذلك تكون استفادة من دورات نقترحها مع المدرب اللي انخرطوا معنا اللي تدربوا إلى واحد من النادي بيحضر يكون عنده واحد التخفيض بين 20 الى 25% وحتى في البرامج اللي عندك اونلاين بحال دابا انا عندي برنامج ديال التفوق الدراسي اللي هو داير انت تباع ب 300 درهم ممكن الى حدود 25% نقصوا على داك الشخص اللي معنا واخا راه دو طون زون طون تيكونوا تخفيضات كذلك عندنا برنامج اللي يكون تا هو اونلاين ديال الكوتشين اللي بيستدنو حتى من نادي تيكون تخفيض جيد جيد جدا زعما والحمد لله باش يمشي المسار زيادة على كل شهر تكون هذه خاصة للبرنامج معين انا نقترح لكم واحد البرامج راه ولكن واخا البرامج محطوطه راه ممكن يكون تغيروا يضافوا برامج اخرى اللي ما غاديش نعل... يكون عندهم الاعلان هنا في هذا اللقاء اللي تنشرح لكم دو سجيتيل ساجيتيل هذا اللقاء التواصلي الاستفاده من مجموعه ديال الكتب الالكترونيه باللغه العربيه الفرنسيه والانجليزيه حيت الكتب حنا ما غاديش الكتب، غير تنبقاو نجمعوا 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 الكم نجمع ديال المعلومات، ولكن للاسف تنبقاو تنجمع تنجمعوا المعلومات وما تنخرجوش في حيز ديال التطبيق، دوك ديال المعلومات على ارض الواقع. حاجه اللي مهمه جدا جدا اللي مركزين على 60 70 تال 80% اللي هي يمكن لاي عضو المشاركه وتقديم دوره من دوراته ليستفيد كل اعضاء النادي. في حالات كنت مستعد لتقديم هذا الدورة عبر الانترنت ممكن نبرمجوها ما كاين حتى اشكال منها المدرب تيستافد منها حتى في الاعضاء تنستافدو معه. اعيد يمكن لاي عضو مشارك في نادي الكوتش والمدرب ممارس تقديم دورة من دوراته ليستفيد كل اعضاء النادي هذه تنركز عليها اكثر باش حنا نحاولوا نساعدو ذاك الكوتش وذاك المدرب اللي ما قدرش لقى ديك النقطة ديال الانطلاقة ديالو باش ينطلق لأن كنا درنا واحد الاستبيان باش تنشوفوا كاع مجموعة ديال المدربين اللي عمرو لقينا المشاكل اللي عندنا بين مشكل في تسويق الذات مشكل في تسويق الدورات مشكل في الانطلاقة الأولية ما عندناش من غير حنا تقنين ديال ديال الميدان هذا شيء آخر كذلك يكون عندنا دعم خاص ومتابعة خاصة حسب طلب العضو المنخرط ممكن أنت عندك برنامج صوتي برنامج صوتي دوره وبنا نخرجوا بداك النمط التقليدي نحاولوا نتعاونوا كي تسوقها وكي توصلها للجمهور ديالك المستدع داك الشيء علاش قلت لكم في النقطه الاولى في الافتتاح ديال هذا اللقاء بانه المستقبل بين يديك الا كانت عندك فكره تؤمن بها ماشي فكره قالها لك واحد اخر فكره تؤمن بها كون على يقين غادي توصل غادي توصل نعرض عليكم مجموعه ديال البرامج مقترحه تكون في أواخر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر حتى نهايه 2019 كي قلنا هذا البرنامج غادي تلقاوه على الانترنت باش تقراو على خاطركم اللي هاديه في كاينه في شهر شتنبر فينا شو حنا بدات يتصلوا بها الناس اللي داروا التحويل اه تسجيل صوتي خاص بدورة البرمجه اللغه العصبيه كي اللي وصلوه. ودورة على الانترنت اللي هي دليلها في التسويق اللي يعني تنقول لك التسويق ماشي داك التسويق ديال المنتوج راه التسويق ديال الكوتش وديال المدرب وكاينه خطه وكاين دي تاكتيك اللي تمشي فيها في اشياء اخرى اللي تتكون فيها حتى المنافسه قليله اوكي واحد مهم المحيط الازرق والمحيط الاحمر لان خصني انا تكون عندي فكره وتكون عندي دوره اني نقدر نكون في السوق ديال المنافسه قليله هذا يعني تنقص المدربين واللي كوتش في اكتوبر كذلك هديه وتسجيل صوتي لبرنامج بناء قوات شخصيه او تتم حيت اكتوبر كامل غيدوز التسويق ان شاء الله حيت ديك البدايه ديال الانطلاقه ديال المدرب كيدخل الفلوس اي كوتش كيدخل الفلوس هذا همنا كاملين فعلا باش نطور نفسي خصني الفلوس باش نتقدم خصني الفلوس عندنا كذلك شهر نوانبر دورات اللي خاصه بالالقاء وتقديم الخطابه عندنا التواصل بين افراد الاسره البرامج اللي كاينين من يناير حتى 2020 تلقاهم تي اي دوزو عبر الانترنت كل حاجه شنو فيها هنا تنشوف هنا مجموعه ديال شهر يناير هنا اللي هيكون فبراير ومارس كاملين ندوزو كذلك أبريل وماي وجوان وجويي وندوزو كذلك ل غوشت وشتنبير واكتوبر ونوفمبر وجانبير الى 2020 برامج تشوفهم على خاطرك ممكن توقف لك الفيديو وتشوفو على خاطرك يتوصل اذا كنت مهتم بالامر تلق لي خلينا كومونتير لتحت ولا صفتنا على الخاص الايميل ديالك يوصلك البرنامج كامل يوصلك كيفيه ديال التحويل باش البرنامج ينطلق فعليا ينطلق في سبتمبر حنا يوم السبت مع تسعة الليل الناس اللي ديجا داروا التحويل ديال ديال الاستحقاقات ديال البرنامج دارو الناس في المبلغ عندنا دورة اللي هي خاصة تبدا من تسعود حتى العشرة ديك الساعة حنا الدورة راه تتسجل وتسجلوا مجموعة ديال الدورات اللي خاصة بها ديال التسويق تسويق المدرب او الكوتش نفسه والدورات ديالو حقيقة سعيد بالتواصل معكم في هذا اللقاء اللي عنده سؤال يطلق خلينا سؤال في الكومنتير الخاص بهذا الايفينمو آه اللي بغى يحصل على على البرنامج كامل وكيفيه ديال التحويل وكيفيه الانضمام ولا كانت الثقه بيناتنا والحمد لله كاينه ثقه راه يوصلوا كل شيء على البريد الالكتروني او على الواتساب انضمامك لهذا النادي اللي هو نادي الكوتش والمدرب الممارس هو افضل استثمار يمكنك ان تقدمه لنفسك وسيتيح لك الدخول الى عالم جديد وتنضمن لك سيتيح لك الدخول الى عالم جديد كينضمنوه لنا ناس اخرين ومميز من الممارسه التطبيق والمعرفه والتنميه والنجاح اي تحلل العينين بهذا المفهوم الى اشياء اخرى هنا في الاستحقاقات المحدده حاليا انطلاق البرنامج ابتداء من شهر شتنبر راه حددناها الى 2 جانفي 2020 عندنا 16 شهر حنا حسبنا تاع سبتمبر هذه آه هي لأربعة شهور من الجانب حنا ربحوها اربع شهور بعدا شوتا بين اكتوبر نوفمبر آه هو الاستحقاقات الدولة في 1200 درهم مغربي آه ان شاء الله مورا جونفي غادي يوليو 2200 درهم هذا آه غير تذكير الدفعه الاولى هتكون ديال الاستحقاقات 600 درهم حاليا وفي شهر اكتوبر تكون 200 درهم في شهر نوفمبر 200 درهم والشهر هذاك 200 درهم وان شاء الله آه تستمر اللقاء الى مده سنه الكلمه الاخيره اللي نقول لكم مفتوح لمن يريد الانضمام لنا أسسنا هذا النادي خاصه النخبه من المدربين والمدربات والكوتش وكل ما يهتم بمجال تطوير الذات كن على يقين تلقى نوعيه رائعه من المشاركين والمشاركات نوعيه رائعه من المشاركين والمشاركات تقول لك في جميع انواع التخصصات ان تبدلوا قضايا عميقه لنتعلم ونعلم هاد البرنامج في الانخراط ديالو راه 100% ربح ربح كون على يقين غانيون غانيون وين وين آه خصوك عندك شي سؤال تركولي في كومونتير سيفطوا لي على الخاص في ميساج في الفيسبوك سيفطوا لي في الواتساب والف مرحبا بكم وتنشكر على الاصغاء ديالكم وعلى الثقه ديالكم في هاد النادي وبالتوفيق للجميع